السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. المهم السؤال الأول بحال زعما أنا كنحفظ صور القرآن هكا تنحفظ نتي نحفظ شي صورة تيجي شي واحد بحال كود خويا ولا بحال كود يغوت ليا تنحبس من هذيك الصورة اللي تنكون تنحفظ وتنهضر معاه واش عندي شي دم في هادشي اللي تنحفظ القرآن ونهضر مع شي واحد بحال عيط ليا ولا لا؟ واخا بإذن الله. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. شكرا لك للا سميرة. وجوابا على أسئلتك، القرآن الكريم حنا كنحفظوه وشو واحد كيدخل يقاطعك. القرآن الكريم له آداب، حينما أقرأ القرآن هو عبادة، حفظ القرآن وتلاوة القرآن وتدبر القرآن عبادة. فالمفروض أن الإنسان قبل أن يتجه إلى هذا الأمر هناك استحباب أنه يكون متوضئ، وأنه يكون يلبس لباسا نظيفا، وأنه يستقبل القبلة، لأنه يتعامل مع كتاب الله فدائما حينما نقرأ القرآن لابد أن نكون على وضوء، ونكون نقطع تفكيرنا من الدنيا وما حولها. لكن وانا كنقرأ القرآن شي واحد وقفنا، طفل صغير ولا شي واحد من العائلة ناداك، لك أن تتوقف وتجيبه، ليس هناك أي مانع. المانع فين كاين؟ في حاجة واحدة فقط لا ثانية لها، وهو في الصلاة، الصلوات الخمس والنوافل الملحقة بها. اللي ناداك ما تجاوبوش، لابد أن تكمل صلاتك. حتى الطواف، الطواف حول الكعبة المشرفة اللي هو صلاة، يجوز فيه الكلام، ويجوز فيه أنك تقطع الذكر، وأنك تتكلم في التليفون حتى، وأنك تخاطب إنسان، وأنت تطوف حول البيت سبعة أشواط، وخص يكون فيه الوضوء، وخص يكون فيه العبادة. ومع ذلك العلماء أجازوا فيه المقاطعة للضرورة، وكذلك القرآن. فلا حرج لكن إلا للضرورة، وإلا فلينبغي الإنسان أنه عند كتاب الله يخشع ويحصر فكره، وكلما خشع زاد أجره وثوابه. فإن جاء ظرف طارئ وانقطع عن الكلام ورد الجواب لا حرج عليه ولا إثم. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.